عندما تقترب الشمس من المغيب يذهب معظم العاملون إلى بيوتهم للراحة، بينما يبدأ آخرون رحلة البحث عن لقمة العيش. باعة جوالون يبيعون أكلات شعبية، منها الأرز والحمص والدجاج. الحمص من أقدم النباتات المعروفة في شبه جزيرة الأناضول، معروف في محافظة تشرم التركية باسم لبلبي، أي حمص محمص، بينما يشتهر في الشرق الأوسط كطبق من الحمص ممزوج مع الطحينة، ولكننا نراه في اسطنبول يقدم كوجبة حمص مع الأرز والدجاج. ها هي عربة صغيرة يضيئها فانوس يعمل بضغط الهواء تستقبلك برائحتها الجذابة. هي جزء لا يتجزأ من ليالي اسطنبول. إنها عربات الأرز بالحمص. ربما يبدو مظهرها متواضعا، لكن من تذوق طعمها مرة سيعتاد عليها ويطلبها باستمرار. يمثل الحمص في الأدب التركي مبدأ القناعة، وهناك تعبير اصطلاحي في اللغة التركية يقول غرفة حمص وصالة فول، والمقصود بيت صغير يتكون من غرفة صغيرة وصالة أكبر منها بقليل. وفي إحدى أشهر أغانيه يقول المطرب التركي الشهير باريش مانشو: بيت صغير غرفة حمص وصالة فول، ولكنه متين قائم. ما يسمونه جهاز عروس عبارة عن لحاف ووسادة وصندوقين وسرتين، لا تزال عيونها تدمع كلما تذكرت اسم جدي. تقاسموا وسادة واحدة مدة 40 سنة. احكي لنا يا جدتي عن حبك الأبدي. تجهز عربات الأرز بالحمص في النهار، فيطبخ كل من الأرز والحمص والدجاج على حدة، ثم يوضع في العربة بشكل منتظم لتحقيق أقصى قدر من المتعة البصرية عند الزبون. يفرش الأرز في الأسفل كالوسادة، يضاف عليه الحمص في الأعلى، ثم تنثر فوقهما قطع من لحم الدجاج. واللبن أو العيران هو الشراب الكلاسيكي لهذا الطعام. مع اللبن العيراني تصبح وجبة الأرز والحمص هذه وجبة لذيذة مغذية ورخيصة. بالصحة والعافية.